حياكم الله مشاهدينا، موجز الأخبار من قناة التنصح. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني الأربعاء إن دعم المجاهدين من العبادات المتعدية التي تؤدي إلى نصرة الحق، وكل ما يترتب عليها من خير يحتسب أجره لفاعله. فضيلة المفتي وفي برنامج الإسلام والحياة على قناة التنصح أوضح أن سلامة الصدور من الغل والكراهية، وبالأخص على القرابة والرحم وأهل العلم، من أعظم القربات. وأضاف فضيلة المفتي أنه من أراد أن يقتدي بالنبي في الاعتكاف فعليه أن يقوم بأداب الاعتكاف ولا يشغل المصلين ولا يؤذيهم. اجتمع أعضاء المؤتمر الوطني العام بمدينة طرابلس الأربعاء مع حكومة الإنقاذ الوطني، وناقشوا خلال الاجتماع آخر التطورات التي تمر بها البلاد. عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني ذكر أن وجود ما يعرف بالحكومة المقترحة زاد الأمر تعقيدا بعد أن تم التضييق علينا من قبل المصرف المركزي وديوان المحاسبة وبعض الأحزاب حسب ما ذكر. وقال عبد الصادق أن قوات الثوار في بنغازي وسرت سيفرضون واقعا جديدا في ليبيا، وأن سبب وجودنا هو الشرعية التي اكتسبناها من الانتخابات ومن حكم المحكمة الدستورية، وأن اجتماعنا مع أعضاء البرلمان المنحل جاء لحل المشكلة فقط. استقبل مستشفى مصراتة المركزية الأربعاء 3 شهداء و28 جريحا إثر اشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرت. وقال مدير المكتب الإعلامي بالمستشفى إن الجرحى الذين استقبلهم المستشفى حالتهم بين المتوسطة والخفيفة، مضيفا أنه قد تم إيواء بعضهم في حين غادر الآخرين بعد تلقيهم العلاج. الجدير بالذكر أن الاشتباكات اشتدت اليوم بين قوات الثوار المتقدمة من المحور الشرقي ومحور 700 وبين عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، حيث تمكنت قوات الثوار من السيطرة على بعض تمركزات ما يعرف بتنظيم الدولة داخل المدينة. قال مصدر إعلامي من مدينة مصراتة الثلاثاء إن قوات الثوار تمكنت من القضاء على فرقة استطلاعية تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة بمحور حي 700 في مدينة سرت. المصدر قال إن الفرقة مكونة من 15 عنصرا من قوات التنظيم حاولت التقدم من وسط المدينة، مضيفا أنه من بين القتلى 4 أجانب وليبي، ودون وقوع أي خسائر بشرية في صفوف الثوار. وقال مصدر من المدينة في وقت سابق إن قوات الثوار واصلت تقدمها على المحور الجنوبي، وذلك بمساندة المدفعية الثقيلة وسلاح الجو الذي نفذ 5 طلعات جوية استهدفت تمركزات تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سرت. وفي الخبر الأخير، نظمت رابطة أهالي شهداء مجزرة أبو سليم وقفة أمام مكتب النائب العام للتذكير بالمجزرة التي لا يزال ملفها لم تتم إحالته على القضاء. أهالي شهداء سجن أبو سليم طلبوا في بيان لهم الجهات الخاصة بضرورة كشف حقيقة ما جرى في سجن أبو سليم، مؤكدين مطالبتهم للنائب العام بأن يسرع في ملف القضية وتقديمه للقضاء للفصل فيه. يشار إلى أن يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر يونيو يصادف الذكرى 20 لمجزرة أبو سليم التي نفذتها كتائب النظام السابق، حيث راح ضحيتها 1277 سجينا بحسب مصادر رسمية ومنظمات حقوقية. ختام الموجز، في أمان الله.